حد عنده أي سؤال يتفضل. اللي هي اللوحات الفرعية، أيوه هل هي يعني نقدر نحطها كعازل بين، بدل ما نضيف العازل نخليها هي كعازل بين مثلا ايوه الأدوار أو كذا؟ ينفع، في ناس بتستخدمها عازل فعلا صح، بس انت مش هتروح برضو، هي بتعزل اريا مش بتعزل، يعني هي بتعزل منطقه كامله، يعني انت ممكن تحط ريبيتر تمام او فاير الارم ريبيتر بانل بيعزل لك المنطقه كامله، ويقدر يعمل كنترول على الناس اللي معاه، كل الديتكتورز والحاجات بتاعته هو يقدر يعمل عليها كنترول، فهي تعتبر برضو نوع من انواع العوازل صح. بس هذا والله كان سؤالي، لاني اشوفها بالمستشفيات كل دور له لوحة فرعية، كل يبدو دور انه هي بيعمل ريبيت لوحة فرعية صح، في المستشفيات بتبقى اللي هي كده. ريبيتر مي بعازل، صح؟ ايوه لا لا بس تشتغل كان عازل يعني. هي ريبيتر وبيعزل اصلا، بحيث يبقى كل منطقة ليه. شفت انت ايه، لو انا دلوقتي عندي راوتر وعندي 4 ادوار، فانا يفضل ان انا ما اركبش كل الراوتر على سويتش واحد واركب عليه كل الادوار. بعمل ايه؟ بجيب سويتش رئيسي او في الراوتر نفسه، باخد سلكه من الراوتر اروح رايح لسويتش الدور الاول وسويتش الدور الثاني وسويتش الدور الثالث وسويتش الدور الرابع، بحيث لو فصل الدور الاول ما ياثرش على الثاني، ما ياثرش على الثالث وهكذا. سؤال مهم ده ايوه يا احسن. شباب، يا شباب ركزوا، فعلا في المستشفيات بيستخدم في ناس اصلا بتشوف اللوحه اللي هي الريبيتر ده، متخيل ان هي لوحه مستقله، فاير الارم كنترول بانل مستقله. اللي بتشوفه في الادوار ده ريبيتر، غالبا بيبقى اللي في الادوار ريبيتر، وبتبقى لوحه التحكم الرئيسيه موجوده يا اما في غرفه، يعني احنا في المشاريع الكبيره في عندنا كلنا غرف اسمها غرف كامله اسمها غرف اللو كارنت، او لو المشروع صغير بيبقى عند الامن، اللي هو حارس الامن ده بيحطه عنده لوحه الفاير الارم كنترول بانل. طيب يا دكتور، عندي سؤال، اتفضل. هل بعد كل 90 متر احتاج احط ريبيتر برضه ولا؟ لا 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 مش 90 متر، هنا 90 متر دي بتستخدم في الانترنت في اليو تي بي، اما هنا بيبقى حسب الشركه المصنعه وحسب الكابلات اللي انت بتستخدمها، كل شركه ليها كابلات وهي بتدي لك ريكومنديشن، يقول لك والله الكابل ده اخره 120 متر 130 متر 150 متر وهكذا. طيب بخصوص الستاندر، كم يجب أن أبعد عن ال ما زدت عن مين؟ لايتنج، عن اللايتنج وعن الديفيوزر حقت بص، التكييف؟ الديفيوزر والتكييف الستاندرد بيقول 90 سم، يعني انت المفروض لو عندك مثلا بلاطات 60 في 60، لان في بلاطات بتبقى متر و20 في متر و20 كبيره، في بلاطات 60 في 60 المفروض تبعد 90 سم. في ناس طبعا ما بتشتغلش بالقطه دي، في ناس بتحط الديتكتورز جنب جنب الدكت تمام، ويقول لك لا والله هو حاله بيمشي، هو حاله بيمشي بس في المشاريع الكبيره اللي بتمشي على ستاندرد وكود تمام، يفضل ان انت تبعد عنه، لان هو ممكن يبقى هو مصدر ان هو يسخن يعني الكشاف او الدكت ده مثلا، ممكن يبقى مصدر ان هو يسخن او ينتج عنه سموك معين هو اللي يشغل الديتكتور، فبيخلي الديتكتور مش شغال بالوضع الطبيعي بتاعه، فيفضل ان انا طبعا امشي على، يفضل ان انا امشي على الستاندرد والكود، عشان ابقى ايه، حتى لو في بعد طبعا كده، لو انا في بعد كده في ستاندر شامل مشكله. السموك ديتكتور والهيت صح؟ ايوه بالظبط، ايوه الاثنين. طب وبالنسبة للإضاءة؟ الإضاءة برضو، الإضاءة حسب بقى الكشافات، كان زمان الكشافات اللي هي الفلورسنت ممكن أقول لك لا لازم تبقى متر، حاليا في الكشافات الليد لا، ممكن تبقى أنت ديتكتور وجنبه كشاف مفيش مشاكل، يعني على بلاطة كده كده مش هيقل، يعني أنت لو الديتكتور بيبقى في نص البلاطة، البلاطة 60، فأنت على بال ما توصل للسنتر في 30 من الكشاف و30 من البتاع ده من الديتكتور، يعني 60 سم ممتاز كويس. ممتاز، يعطيك العافية. الله يبارك فيك. طيب دكتور، الله يعطيك العافية، بالنسبة للريبيتر كنترول بانل، ايوه هي راح ترسل اكيد، يعني اذا ظهرت مشكلة في الحساسات التابعة للريبيتر راح ايوه ترسل اللوحة الرئيسية اللي هي الكنترول بانل. صح، لان هي ما بيبقاش ان فيها كيف الفول كنترول، الفول كنترول بيبقى في اللوحة الرئيسية. خلي بالك اللوحة الرئيسية ما بتبقاش شايفة كل الحساسات برضو اللي تحت الريبيتر، يعني هي برضو ايه عملية التحكم بتبقى حسب بقى ايه الشركة المصنعة والكود، بس حاليا معظم الناس بتخلي ايه، بتخلي التحكم الرئيسي اللي يقدر زي المين سيركت بريكر والسب سيركت بريكر، يعني اللوحه الرئيسيه عندك في البيت لو انت فصلت المفتاح الرئيسي كله فصل صح، المفتاح الفرعي مظبوط. بيتحكم في شويه كشافات في سوكت في مش عارف ايه، بيتحكم في تكييف مثلا، المفتاح الفرعي يتحكم في في اللي الحساسات تحته التابعة في له فقط. الحساسات التابعه ليه. الله يفتح عليك، زي انت مظبوط، واحد ايوه مدير وواحد تحت المدير ده موظف مثلا،
فانا انا 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 مدير في مصلحه معينه في جامعه الملك سعود، وانت مدير في مستشفى مش عارف الملك عبد العزيز مثلا، انا المفروض لما اجي اتكلم مع مين؟ مع مديري، ومديري يرفع لمديرك. يعني انا ما اكلمكش مباشره، فاهمني؟ المدير يرفع للمدير او الجهه ترفع للجهه وهكذا. فهو يعني الريبيتر بيقدر يتحكم في الديتكتورز اللي هي بتاعته، ويقدر ياخد منها اشارات ويديها تحكمات بتاعته، تمام؟ ويقدر من خلال المين كنترولر يتحكم في السب كنترولر اللي هو الريبيتر ده، فاهمني؟ يعني اللوحة مزبوط الرئيسية مزبوط. تقدر تفصل كذا لوحة ريبيتر، فاهمني؟ اقدر افصل الريبيتر في الدور الاول والثاني والثالث والرابع من خلال اللوحة الرئيسية، تمام؟ مزبوط. بس مش شرط تبقى اللوحة الرئيسية عارفة كل التفاصيل. يعني انت مديرك مكلفك بشغلانة وانت مهندس مدني، هو اصلا صحيح. مديرك مش مهندس اصلا، فمش شرط يعرف التفاصيل الفنية. انت بتسلم له تقرير في الاخير، تمام؟ وانت اللي جايبينك المفروض انت المهندس بتاع التكنيكال، فمش شرط يبقى عارف كل حاجة، بس في الاخير بيبقى هو ملم بمعظم الحاجات في الشغل. دي الفكرة. مظبوط. يعني زي التري كنترول فلو، يعني الحساس الخاص بالريبيت كنترول بانل الوحيد اللي راح يتحكم فيه اللي هو الريبيت كنترول بانل. بالضبط، صح صح. واللي يتحكم في الكنترول بانل ريبيتر اللي هو الكنترول الرئيسي. ايوه، اللي هي الرئيسي المين كنترول.